تفقد محافظ شمال سيناء محمد شوشة محطات الكهرباء الجديدة التي يجري إنشاؤها بالمحطة البخارية بالعريش، وتقوم شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه. كما تنفذ الشركة محطة كهرباء بالمساعيد بقيمة 450 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ المحطة 90%. وزارة الكهرباء شغالة في محافظة شمال سيناء في مشروع عملاق. هذا المشروع عبارة عن 2 محطة محولات، واحدة هنا في العريش والتانية في منطقة الشلاق في الشيخ زويد. عايز أقول إن إحنا حجم الكهرباء اللي إن شاء الله هتتاح بعد افتتاح هذان المشروعان حجم كبير. إحنا بنتكلم على في منطقة العريش أو في منطقة المساعيد بمدينة العريش، بنتكلم على 2 محطة في 175 و2 محطة بالإضافة إلى 2 محطة في 40، يعني إحنا بنتكلم على 2 في 175 ب350، وبنتكلم على 2 في 40 ب80، يعني حجم طاقة كبير جدا هيتوفر في منطقة العريش.